أثنى عليهم قال خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ديال الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عليهم رضوان الله أجمعين. ففاد عليهم الخير ده، فاد عليهم خير الاحتفال بالمولد أليسا. ففي مجموع يعني دعاة بتاعين ضلالة بيروجوا لك ويجيبوا لك في التلفزيون يقول لك طبعا يجوز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل. طيب احتفل كيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ احتفل كيف؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل قال هذا يوم ولدت فيه. يا أخي الحديث صحيح لكن ما فيه دليل على الجواز احتفال بالمولد، ما فيه دليل. العلماء قالوا الحديث ذاته يا بليد، لأنه ذول طبعا المبتدع ذول بليد والمشرك أبلد منه. الحديث ذاته دليل على على عدم الجواز، لأنه يا أخواننا لو كان عيد عيد المولد لو كان عيد، هل صيام يوم العيد بجوز؟ يا ناس صيام يوم العيد بجوز؟ ما بجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم العيد، ما نهى عن صيام يوم العيد يا شيخنا. انت بتصوم يوم الاثنين ده بتصوم يوم المولد ولا بتاكل؟ بتاكل يا شيخنا. الفتة متوم حمدنا النوم عرفتها، والفتة باللحمة وبالرز. والله انا واحد قال لي قبل ايام قال لي يا شيخنا انا عارف الشغل ده والله ما صح لكن مش وقت الضري بس. والله قال لي وقت الضري بس، وقت الضري طبعا بيقوم بين المغرب والعشاء وعارف الشغل الرز والبتاع. قال لي بضربه بجي ماري لكن الشغل ده قلت له برضه ما بجوز عشان ما تروج للشغل ده عشان ما تقرهم، ما بتجوز تمشي تاكل معاهم ولا غيره. تنكر هذه البدعة المنكرة الشنيعة، والله هذا من يعني الزول اللي بيغير الشغل ده عرفت. حتى لو ما مش احتفل ذاته ده اعظم من الزول اللي مش يحتفل، اعظم منه الزول اللي بيغره عرفت. ممكن انت مش تحتفل اسي مثلا الزول يمكن يمشي يحتفل، ده منكر وبدعة، لكن في النهاية هما مغروا. يقول لك انا ماشي شنو ماشي اكل وماشي اربو صغيره، لكن هذول اللي بيغروا لو قاعد في بيته قاعد في بيته وتغر للناس تقول لهم شو ده بجوز، وده من يعني حبل النبي عليه الصلاه والسلام ده اعظم جزء من الشرك. عرفت كيف؟ لانه ذاك ارتكب معصيه وده ارتكب بدعه، وصاحب البدعه احب الى ابليس من صاحب المعصيه كما قال سفيان الثوري. فهمت الحاصل؟ فما في حاجه اسمها احتفال بالمولد، لا تحتفل بالنبي عليه الصلاه والسلام. طبق السنه في نفسك يا شيخنا، طبق السنه في نفسك وطبق السنه في اولادك ولبس مرتك الحجاب وعلم اولادك السنه وحد ربنا سبحانه وتعالى. واعظم من هذا كله، اعظم من المنكرات اللي بتحصل طبعا الناس كلها بتقر لك انه الاختلاط والتبرج والسفور الموجوده في المولد يقول لك ما بجوز كلهم الصوفيه ولا غير الصوفيه عرفتها. لكن بقول لك يا شيخنا نحتفل نتذاكر السيره ونقرا قران ونقرا الاوراد وكذا. طيب تعال شوف الاوراد دي ذاتها، تعال شوف الاوراد دي ده اعظم منكر في المولد منكرات الشرك بالله سبحانه وتعالى. اي طريقه عندها شرك بالله عز وجل. الطريقه البرهانيه عرفتها عندهم ديوان اسمه ديوان شراب الوصل، ده بتاع كبيرهم الذي علمهم السحر محمد عبد البرهاني عرفتها. ده والله فيه كفر ابليس ذاته يمكن يتحير منه. فهمت الحاصل؟ والله قال جبريل ميكالو عزراو قال هم جنودي في التصريف هم تحت امرتي، قال واجود على ام لترحم طفلها ورحمه من في الكون من بعد رحمتي، رحمه من في الكون كله من بعد رحمته عرفتها. شوف دخل لي الله شنو دخل لي الله حاجه دي يا اخي. الديوان بتاع الناس ذيل بيعتبروه زي القران، حتى الرسم بتاعه ذاته زي القران، والله زي القران. تعال لي اوراد الطريقه التيجانيه عندهم صلاه الفاتح كما زعم زعيمهم احمد التياني عرفتها. قال جاءني جدي رسول الله فأخبرني بأن الواحدة من صلاة الفاتح تعدل القرآن 6 مرات. المرة الثانية قال جاءني ثم جاءني مرة ثانية قال فأخبرني بأن الواحدة منها تعدل القرآن 6000 مرة. 6000 مرة يا هزول. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن أحسن شيء. ربنا قال الله الذي ربنا قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ابن كثير قال أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن، أحسن حاجة أحسن ذكر تتعبد به ربنا سبحانه وتعالى هو هذا القرآن. أنت عندك صلاة منجورة جايبة من راسك وجايبة أنت من رؤية منوية. الدين مين ناخذ من النوم الدين ياخذ من النوم. أنا ممكن أجيك بكرة أقول لك يا أخي والله جاءني جدي رسول الله وأخبرني بأن صلاة الفاتحة هذه بدعة منكرة. الفيصل بيننا شنو يا مولانا؟ الفيصل بيننا شنو؟ الفيصل بين الكتاب والسنة يا شيخنا. الكتاب والسنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال تركتكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا،
كتاب الله وسنتي. ده الدليل. ربنا قال فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أي حاجة بتردها للكتاب والسنة، ما في حاجة اسمها مولد في دين الإسلام، وهذا ليس له علاقة بالدين لا من قريب ولا من بعيد. والله تبي تشاهد هذه الموالد، ربنا سبحانه وتعالى يسألك، والله تكسب ذنوب وتكسب آثام، انت في غنى عنا يا زول، انت في غنى عنا. ها ترتكب هذه البدع وهذه الضلالات التي يروج لها اصحاب الطرق الصوفية. ويا ريت الناس لو بيمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام، يا ريت لو بيمدحوا اشياخهم يا زول، اشياخهم جوا في امتى ومدحوهم بالشرك. قم يا اخي ناديهم لي ديل رجال الله البجير البي، زي ما قال البرعي. قال قم في التلت ناديهم، قم صيح ليهم وارمي الحمال عليهم. ارمي الحمال على النازل، عرفت؟ وزي ما قال ذاك ابو قرون، قال يوم الحلوق الكظم ابو قرون بيجيش وتنظم. دي كلها بتلقاها موجوده في الخيم بتاع الطرق، كل الشغل ده شرك بالله سبحانه وتعالى. يا ريت لو وقفوا على المنكرات الموجوده بس، عرفت؟ الرقيص والطرب، لكن ده شرك بالله عز وجل. والله تطلع انت من الشغل ده من المولد تموت النار طوالي طوالي، لانه هنا التوحيد اغريت شرك بالله سبحانه وتعالى، عرفت؟ وربنا سبحانه وتعالى حرم هذه الجنه على المشركين. ربنا قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لذلك يا اخواننا ما في حاجه اسمها مولد بالنبي، احتفال بالمولد النبي عليه الصلاه والسلام، ولا في حاجه اسمها تبيش تتنقص وتضرب يا زول الفتى ولا يحزنون. يا زول طبق السنه في نفسك وامر اولادك، لبس والدك الحجاب، مالك مال الفوضى، مالك مال الجوطه، تتبع النبي عليه الصلاه والسلام بتنجو ان شاء الله تعالى يوم القيامه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقدم اخونا نورين.